هلا بدي لك كل واحد فينا بيخبي المصاري تبعاته بحبه، شنو اذا راح شي منك انا مالي مسؤول عنك منوب. لك اكيد اكيد راح خلي مصاري بعبي، شو عم تحكي انت؟ مشان ما يجي حدا مثل هارون وغيره يسرق لي اياهم، شو شايفني جدبه؟ تمام، شنو ما بيحسب ما بيسلم. وانا معك، انا مصاري بعبي ومين قدي. وانت عيني. انا وعدي تنتين حامد تنتين. كل هذا وقت بس تساوي شاي. ايه ما تأخرتك حامد، شو بك ما تأخرت؟ خلاص عود بنت مساكت حاجة نقوسات، تضرب صحيح شو بتحب تاخد وتعطي. لك يحرق حريشك شو بتحب تلعي، صب شاي صب. أمرك تاج راسي، تأمر أنت وحامد. قال تاج راسي هذا، ايش في راس بالأول لحتى نعمل له شو اسمه هذا اللي قاله؟ شو ما في حكاية اليوم أبو حمدي؟ ما في لا حكاية ولا حكواتي. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين بعزو ابو ضايف المختار الحاله وكبيره. تسلم لي يا جميل يا ابن الاصول. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام يا رياح. اهلين اهلين صهري، تعال عود مشقي فوت. شو يا اخواتي عم نقول السلام عليكم؟ اللي مثلك ما بينرد عليه السلام. جميل دير بالك على حالك، ها صاير عم تتمادى كثير. ولو يا عمي ابو حمدي، ليش شو سوينا؟ بترد بادبك وما بتتطاول على غيرك. بالاذن منك يا كبير، بس انا ما بشتغل على كيف حدا، برد على مين ما بدي وامتى ما بدي. شغلك على كيفك برات القهوه مو جواتها. وشو صار اذا ما رد عليه السلام؟ شو صار؟ خربت الدنيا يا ابو حمدي. ايه خربت الدنيا، واذا لسه بيتمادى بقلعه برات القهوه وما بيرجع لها منوب هو وكل مين بيشد على ايده. لانك قد ابي الله يرحمه ما لحقت عليك، بالناس من هيك قهوه. بالناس منك ومن هيك زباين. جميل هيك الواطي ليك؟ والله يا ابو حمدي شايف انه الحاره صار بدها غربله. والله الحاره بدها غربله منك ومن امثالك. ماشي. وانا ابو حمدي لا تحارب بعد الحلقه، عم نحكي مع بعضين. ما سمعته شو قال. شو قال يعني؟ انت زعلت شي؟ لك لا لا ما زعلت عمي ابو حمدي، صغيره خلص لا تحط ببالك. يضرب هو وابوه. لك روى ابو حمدي شبك، عم تحكي عن مختارنا انت، مختار حارتنا. قال جينا نسمع حكايه، طلعنا نحن الحكايه. تصبحوا على خير. الله معك. شبلا ابو حمدي كمان انت روقنا شوي، ليش ضايش؟ والله يا عمي ابو حمدي انا ما كان بدي يصير هيك. لا تشغل بالك عمي، كرامتك من كرامتي.